فانت بالتزامن مع الوثائقي انت عايز تعمل كتاب ما له علاقه بالخبره الانسانيه ده حقيقي اللي وصلتك. 270 يوم من الرضا. الكتاب ملوش ارقام صفحات، هو ليه ايوه ملوش ارقام صفحات. امال هنعلم الصفحات ازاي؟ بتواريخ الايام، لان كل يوم انا كنت كاتب وكنت مصور وانا قاعد بتكلم عن حصاد اليوم ده ايه اللي حصل فيه. وفعلا لان الكرسي ده غير فيه كتير قوي. يعني يوم 1 ويوم 1 يوم 2 يوم 3 اول صفحه في تاريخ الكتاب في رقم الصفحه الاولى 12/2/2023، تاني صفحه 13/2/2023، وكل حاجه بتسرد فيها. انا مش عايز احكي قصتي على قد ما عايز اقول للناس ان طول ما في حياه في امل، البيبان ما بتتقفلش. احنا بس يمكن بنخبط على بيبان غلط او ما عندناش طريقة ان احنا نوصل للباب اللي بيعدي يعني. فيا رب الكتاب ده يسرد التجربة بشكل مختلف يعني. يا رب. استاذ محمد، حسيت انه في يعني في تغير حصل لاحمد بعد الازمة الكبيرة دي؟ تغير كبير. زي شأن أحمد، شأن الشباب، ما كانش بيسمع كل الكلام، دلوقتي بيسمع. لا آه، مش هصدقش أبدا. صدقيني أحمد صرف بيسمع كلام. آه يعني كان سوى سمعتك بس يا أحمد. هو كان بيسمع ويبدي لك أنت أبويا مش جوز خالتي فيه يعني يبدي الأول أن هو مش مستجيب، لكن هو من النوع اللي إيه بياخد الكلام ويفكر فيه، وعنده الشجاعة انه لو يعني لو لقاه مفيد يقول اه. بس هو دلوقتي يعني الايام دي صقلت فيه حاجات كتير، غيرت فيه حاجات كتير، جعلته انسان عاوز يبتدي بشكل تاني، ويعرف انه فعلا مع كل الاحترام للطموح وللفكر والانشغال الصحة والحياة، الصحة والبنيان مهم قوي قوي عشان الإنسان يقدر يكمل حياته من غير احتياج لحد. ده حقيقي.